الحمد لله اثبتنا لك ان احنا كنا على حق ودينا داخلين الجنه وانت داخل النار. شفت يا ابني عشان تعرف ان احنا طنطتنا وكده كان على حق وانت ما نفعكش البحر حالي. سلام سلام. أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحاني في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ربنا تبارك وتعالى يذكر في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا يعني ما أغفلنا وما تركنا، يعني كل حاجة اتكلمنا فيها. مش معقول يعني العبادة هيحطها ناقصة في الدين. واللي أغرب من كده لما تكون مبتدع وبتقرأ في القرآن وتيجي عند قوله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. زبرا هنا معناها إيه؟ قطعا وفرقا وأحزابا مختلفة، كل حزب بما لديهم فرحون، يعني كل واحد على الطريقة اللي هو ماشي عليها مبسوط بيها ومقتنع بيها. فذرهم في غمرتهم حتى حين، غمرتهم اللي هي جهلهم وضلالتهم. بس عايزك تاخد بالك من حاجة بس كده قبل ما اخدك ونروح الحضرة الكركرية ونقعد فيها 10 دقايق كده ونستمتع بالتنطيط في السركل اللي هناك. عايزك تاخد بالك بس من حاجة صغيرة كده، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلم واحد، وده ابو عمارة البراء بن عازب الانصاري، يقول له اذا اتيت مضجعك لما تيجي وقت النوم وتوضيت وضوءك للصلاة ونمت على شقك الايمن، واما علمه دعاء جميل. ايه هي بقى صيغة الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها للراجل ده؟ عايزك تاخد بقى من خطأ اللي هيخطأ فيه الراجل. دعاء بيقول يا محترم: اللهم اسلمت نفسي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، رهبة ورغبة اليك، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت. خد بالك بقى من الحتة اللي جاية دي: وبنبيك الذي ارسلت. فسيدنا البراء اللي كان قاعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم كرر ورا النبي صلى الله عليه وسلم نفس الدعاء، وجي عند لفظ ونبيك الذي ارسلت وقال ايه؟ ورسولك الذي ارسلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل ونبيك الذي ارسلت. شفت عند تغيير قول النبي صلى الله عليه وسلم في اعراض ولا لا؟ يعني ده حتى نبي رسول، النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا نبيا، يعني مش هتفرق كتير، ولكن لا، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تعال بقى نشوف الحضرة الكركرية. يلا يا باشا في التتر بتاع المسلسل، مش كل فيلم ومسرحية لازم بيبقى في البداية كده ايه المخرج والمنتج والبتاع واستعراض البطل، البطل اللي واقف في النص ده محمد فوزي الكركري مغربي، وانتشر كتير في المغرب يعني الطريقة الكركرية، وحاليا في جدل واسع جدا يعني في الجزائر، والموضوع منتشر حاليا في الجزائر، وان هما بيمشوا بملابسهم دي في الجزائر. شفت نظام الشحاتين، الشحاتة نفس اللبس يعني بنفس اللون ونفس الترقيع، يعني اللي هو اللي ايه الكحرطة، الحاجة اللي واقعة خالص يعني، اللي هو من كل لون جلابية ولا من كل جلابية لون يعني. طب تصدق انا ممكن اقول لك دي شكلها حلوة وغالية وتتباع بملايين. انت شفت البنطلون بتاع الشباب اللي هو المقطع ده؟ غالي جدا يعني، ما رضيتش تلبس هدوم الفقراء هنلبسها لك باغلى الاثمان. فما تفكرش ان يعني مثلا اللبس اللي انتوا لابسينه ده مثلا هيبقى يا حرام دول غلابة وبتاع، لا عادي ممكن يكون غالي. اللي بيبعد عن ربنا ملوش حل، ملوش حل. هات لي حديث أو آية أو أي حاجة تدل إن النبي أو حد من التابعين عمل اللي أنتوا بتعملوه ده أو اللي هما بيعملوه يعني. شفت الترانيم بتاع المسيحيين اللي في الكنيسه؟ بالظبط حديث النبي عليه الصلاه والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وزراعا زراعا حتى اذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ اهو
هي عايزه سرعه شويه، عارف لو في سرعه هتبقى تحس انهم بيرقصوا كده يعني. بس ايه العباده في كده يعني؟ انا رايي يعني لو قعدوا على الارض وكل واحد فتح له مصحف قرا له جزئين ثلاثه افضل من اللي بيعملوه ده. يعني ده مفيش فيه حاجه معلومه، مفيش فيه دليل من النبي انك تعمل كده، انما في دليل انك تذكر ربنا، في دليل انك انت تقرا قران لوحدك، والذكر ما يكونش جماعي بصوت عالي. يعني مفيش دليل، مفيش عليه دليل. العباده توقيفيه، ما اعرفش الناس دي بتجيب حاجه منين، ورد يومي وورد حاجه، ورد الطريقه المعينه الكركريه والسلاسل. هي مش نفس السلاسل حرام برضو ولا عندكم حلال؟ تشبه بالنساء، دروشه، شغل الدروشه. معلش انا رغاي شويه يا اخوانا يعني، بس سامحوني. اكتبوا لي في التعليقات لو انا رغاي، قولوا لي ههدي شويه يعني، او اعملوا صوره. مش التصوير حرام يا شيخ؟ شيخ محمد يا كركري. اتفضل. خلص على المغرب، ربنا يخيبه والله، ربنا يهديه. وبعدين رايح على الجزائر. الشعب الجزائري شعب جميل يعني، ان شاء الله مش هيستقبلهم وهيصدوهم باذن الله، وربنا يكون في عون الشعب المغربي ويخلصهم منهم بالدجل والشعوذه. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، في فيديو عندي وهم بيفتحوا قبر في سوريا، معرفش مين اللي ضرب مسجد كان فيه ضريح، فطبعا اللي فيه تناصر، فالضريح طلع بره نطر كده، فجت ناس وبتاع يفتحوه عشان ينقلوه في مكان تاني يعني، وهم بينقلوه الجثه راح في داهيه يعني. هبقى اوريها لكم ان شاء الله. اكتبوا لي برضه في التعليقات لو سمعتوا كلامي ده، لو وصلتوا اعمل للسبع دقايق دول. خلونا بس مع البهلوانات دول. ده الجلابيه فيها خيط يعني، الخياطه دي اللي معموله بتمن جلابيه من بتوعي يعني، بيتهيألي يعني عشان اخيطها كده عايز اقعد تقريبا 3 4 5 ايام اخيط فيها كده. هاخد لي مثلا يوميه 200 جنيه، هاخد لي بتاع 1000 جنيه في جلابيه، في توب زي ده كده. لا طب انا اشتري واحده عاديه ب 60 جنيه وخلاص يعني، وهقعد عليها في التراب هتتوسخ يعني. مش لازم ان انا اقعد اخيط، ده انت زليت الراجل اللي خيطها يا اخي. وعباده، بنعبد الله، بنتعبد الى الله باي دليل؟ معرفش. وسبحان الله يا اخي، ربنا مديهم صحه يعني، لو بتخيم الليل ولا بتعمل حاجه شرعيه هتتعب بسرعة، إنما الهلس والحاجات دي ما تخافوش يا اخوانا، ما عنديش كورونا ولا حاجة. بس بستغرب، بس اللون واقف في زوري يعني، بقالنا 3 دقايق. فهمت الكلمة اللي بيقولوه؟ انا هسيبك تسمع وقت وهات كلمه، بس اكتب لي كلمه من اللي هم بيقولوها. دجل، شغل دجل وشعوذه، شغل دجل وشعوذه مش هتلاقي زيه. ومكان يا اخويا عامل لهم ساحه وشبابيك وتكييفات ومراوح وصور وانتيكات، واهم شيء صندوق التبرعات، اهم حاجه صندوق التبرعات. وصور وشهادات وبتاع، لكل مريد من دول ياخد له شهاده عشان يبقى واصل زي الحبيب الجاف اللي كان بياخد شهاده في الذكر. كان ياسين التهامه اقرب له من هنا، من يروح للشيخ بتاعه اللي هناك ده. يا ابن الله، نصاب نصاب، شويه نصابين والله شويه نصابين. دجل وشعوذه ما في بعد كده، فين الدليل بالكلام ده؟ فين الدليل؟ طب ماشي، بتصلي لمين كده ولا لفين كده؟ كل واحد بيودي فين القبله بتاعتكم يعني؟ قبلتكم ايه بالظبط؟ ايه التعبد في كده؟ بأي دليل؟ ما تلاقيش أي دليل خالص. عالم سبحان الله مغيبة.
طب انت ماسك عصايه وهم مش ماسكين عصيان ليه؟ مش دي المفروض سن عنك ياخدوها؟ ما بيتبعوش سنتك يا شيخنا. لا شيخنا مين يا عم انت؟ مش متبعين سنتك يا كركري. انت عايز اسم الكركري يكبر ويعيش يعني، زي اللي بيخلف عيل كده ويسميه على اسم ابوه عشان اسم ابوه يعيش، فانت عملتها باسم الكركري. هي كل طريقه باسم واحد عادي يعني، الاحمديه والبدويه والدسوقيه ياما يعني، والكركريه والسهرورديه ده ليله كبيره سعادتك، وكل حزب بما لديهم فرحون زي ما قلنا في الاول يعني. وتفرقوا، كل تفرقوا. لو انتوا مثلا، لو مثلا يعني يا اخوانا الناس دي من ال 73 فرقه، اي فرقه فيهم وايه الفرقه اللي يعني ايه الزياده فيها اللي ينجيها عن اختها؟ ما تعرفش. لا، وبيسموا يعني بيسموا الناس اللي بيعرضوهم وهابيه، عن اسم ايه ما اعرفش، بس الحمد لله انهم سمونا مثلا باسم الوهاب. بس هم قصدهم طبعا واحد كان الشيخ محمد عبد الوهاب، بس الشيخ محمد عبد الوهاب ما عملش دين زيكم، يعني ما ابتدعش، هو جاب الكتاب والسنه وحكم عليكم الكتاب والسنه، فليه معرفش بقى. والشيخ ابن تيميه، شيخ الاسلام ابن تيميه، عدو دول ايه يطيقوا العمى وما يطيقوش اسم شيخ الاسلام ابن تيميه؟ زي ان شاء الله في الاجيال اللي جايه كده بالفيديوهات دي هيبقى شيخ الاسلام البحبحاني هيبقى عدو لدود بالنسبه لكم. ربنا يجعلني من الصالحين وما يمتناش واحنا مفتونين. مش عارف يعني الواحد ده، ربنا يا اخي جميل يحب الجمال. ايه اللبس ده؟ ربنا بيحب يشوف اثر نعمته على عباده. فين النعمه اللي عندكم؟ يعني انت قصدك ان الجلابيه غاليه يعني؟ ممكن يا اخوانا، يعني احنا ما نعرفش نلبس اللبس ده تقريبا يعني. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 26 27 30 30 بس من تحت لحد الكم، و30 من الناحيه الثانيه. ادي 60 2 4 6 8 10 12 14 16 17 20 ادي 90 90 و20 110 تقريبا، 110 قطعه او 120 قطعه. الجلابيه دي 120 قطعه، هي خدت لها بتاع 14 بكر خيط، يعني غاليه غاليه. الناس دي اغنياء يا اخوانا، مش موضوع زهد وورع والكلام ده كله، لا، هما دي نعمه ربنا عليهم، والصحه بيبينوا الصحه. ربنا بيحب يشوفك سليم كده، فانت بتتنطط له عشان يشوفك سليم ولا ما انتش سليم. ها هو ده، هي دي العباده عندهم. اتفضل يا عم. لا 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 لا، ده انا دماغي، انا دخت، انا بتفرج دماغي لفت، فما بالك اللي واقف ده وعمال يتنطط ده. انا هتعدل يا اخويا عشان دراعي وجعني. ايوه، موسيقى تصويريه، فيلم يا اخوانا، ده مسلسل الكركريه 2020. هي عايزه كده بقى، عايزه فاكرين الفيديو بتاع المره اللي فاتت كان فيه كركر مرمر وشخاليل؟ ده عايزين شخاليل بس، مش عايزين كركر مرمر، عايزين شخاليل. استخفوا قومهم فأضلوهم، والله استخفوهم يا أخي. أنا لما ألاقي حد حوالين مني كده وبيطعن في كل حاجة هستخفه، في استخفاف أكتر من كده؟ وبدقن، يعني أنا مستغرب بالدقن دي تربط على إيه؟ هللللل أوعى على، يا خبر أبيض يا أولاد. الناس دي كان نفسها تطلع رقصين بس استحرموها، فاتجهوا لموضوع الدين يعني وكده. اوعى اضرب 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 مين يا عم؟ اضرب يا بحبحاني، الظهر وجعني من التنطيط. سيدي عبد الرحيم الجناوي،
اوعى يا حاج. طب مثلا سؤال، يعني سؤال، الحضره دي ياخد فيها كام حسنه؟ وايه الدليل؟ يعني كل نطه كده بحسنه، كل نطه بخطوه يعني مثلا الاحاديث اللي بتقول في يوم القيامه يؤتى بقارئ القران ويقول له اقرا وارتقي ورتل فان منزلتك في الجنه عند اخر ايه تقراها، دول هيتقال لهم ايه مثلا؟ يعني اتنطط وهز فان منزلتك في الجنه عند اخر نطه اتنططتها، ولا اخر هزه هزتها؟ ايه الدليل ان الهز ده عليه ثواب؟ هل النبي وقف كده في النص كده والصحابه حوالين منه عملوا كده؟ المفروض يعني عشان نتبعهم، عشان نعمل زيهم. لو النبي عمل يا عم من الصبح اقطع هدومي كلها وهعملها كده، وهلم عيالي وعيال الحاره كلهم وهعمل طريقه بحبحانيه وهقعد اتنطط طول النهار 24 ساعه، لا هصلي ولا هصوم ولا هزكي ولا هتنطط، بس النبي عملها سنه مؤكده بقى. طب شاف حد بيتنطط كده وعاد سابه؟ اهو الشيخ تعب جابه 2 3 في النص. هو خلي بالك ممكن تكون دي ساونه وبيضحكوا علينا، يعني للتخسيس، ساونه للتخسيس وبيضحكوا علينا. هو بيختار المريدين اللي هم قرب يبقوا ولي من اولياء الله الصالحين. بيختار اللي هو استوى يعني. اهو شفت شفت شفت، ده قريبه، ده ممكن يكون ابن اخته. واسطه بقى، واسطه. ايوه، ده ما اختاروش وعدى، ده المفروض ياخد مخالفه، ده مش هيبقى ولي قريب يعني عشان بيغش. من غشهم فليس منهم. هيطير ولا ينفجر ولا هيعملوا ايه؟ هيطيروا. دول عايزين نجيب لهم الله يهديه يا رب عبد السلام، عارفين عبد السلام اللي هو بتاع تتتتتتا ده، يخش عندهم كده تتتتتتا عشان ندعي لهم كلهم ربنا يهديكم. انما رقص على الناشف كده ما شفتش حد بيرقص على الناشف صراحه. لازم حد يكون بينقر كده تلك تلك يا خليفه. هيهبهبه. والعيل الصغير ده ذنبه ايه يا اخوانا؟ ذنبه يطلع بس مش لابس زيهم. الواد ده مش هيعتمدهم لما يكبر يعني. هو جاي كده زياده زياده مع القوم عشان في واحد صغير تاني لابس نفس اللبس. انما ابو جلابيه ابو بيضه ده هيطلع وهابي. يا سلام، عشان لبسه بس ايده. سلام، الواد اللي بس ايده ده خلاص كده انت في الجنه يا ولدي، انت في الجنه. ايوه، اللي دخلوا في النص دول مرضي عنهم، اللي بره لسه ما استووش. لو قلت لك اقسم بالله العظيم ما فهمت كلمه في ال 18 دقيقه اللي فاتوا، ما مش 18 تقريبا 15 يعني، ما فهمتش ولا كلمه. ولكن انا سمعت ايه يا اخوانا؟ اكتبوا لي كده انتوا شايفين ايه تحت. الله الله المستعان يا اخي. بتصدق فكره حلوه يعني؟ هو عشان في افلام هابطه ومسلسلات هابطه بيبقى فيها نساء وموسيقى وحاجات ما ينفعش افرجها لنفسي ولا لعيالي ولا لزوجتي، فاجيب لهم حاجات من دي. تعالوا يا اولاد فيلم كركره اهو، فيلم الكركره اهو عادي يعني، تعالوا يا اولاد اتفرجوا. ايه ده يا بابا؟ قال لهم سيرك. سيرك، دي جنينه الحيوانات يا حبيبي، دي جنينه الحيوانات. بس دول مش حيوانات يعني، لا دول بيعملوا زي الحيوانات، بيقلدوهم يعني. انا دخت، انا دخت دخت يعني. الله. انا قاعد بعمل رياكشن بس ودخت، ما بالك اللي عمال يتنطط ده؟ انتوا لو بتاخدوا حسنات على الحاجات دي صراحه هتبقوا فوق. ايه ده؟ ايه ده؟
إنهم يتبعون الدين الجديد أيها البحبحانيين. لا بيقولوا يا الله، يعني بيقولوا يا الله. في ناس تقول لك يا عم هو بيذكر الله، ما هو يا أستاذ اللي بيعبد المعزة بيقول عليها الله، اللي بيعبد الفار بيقول عليه إله. يعني كل واحد بيعبد حاجة بيقول عليها إله بس. فهم بيقولوا يا الله، مين الله اللي أمرهم بالحاجات دي؟ إنما إحنا الإله بتاعنا ما أمرناش بالكلام ده نهائي، لا هو ولا رسول. اعمل قولي اعمل ايدك كده، اعمل ايدك كده يا اخي عشان الكورونا. لا ربنا كتب في كتابه الكلام ده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بكده، ولا عمل هو ولا التابعين. مين اللي عمل كده؟ ما تلاقيش. دي ديانه تانيه، دي ناس بتعبد حاجه تانيه غيرنا خالص. ملابس لوحدهم، طريقة لوحدهم، اسم لوحدهم، عبادة لوحدهم، ذكر لوحدهم، إله لوحدهم. ده اللي مش مفيش. بتعرف القرآن عادي، ايه المشكلة فيه؟ بتاع رشيد حمامي عامل قرآن جديد ولي عادي، مفيش مشكلة بقى. إنما الدين الإسلام، الدين السامي أباح الحاجات دي؟ لا مفيش في كتابنا احنا الكلام ده خالص، لا في القرآن ولا في السنة. انت بقى عايز تتبع خليك هات دليل على اللبس ده، وهات دليل على التنطيط، ودليل على الكلام اللي بتقولوه شبه بتاع الكنايس ده. ناس مغيبة قسما بالله، الله يهديهم يا اخي، الله يهديهم، اسأل الله ان يهديهم، اسأل الله ان يهديهم. هو الراس الكبيرة ده الذي تولى كبره. لا وينبه عليهم، اهم حاجه انه بينبه عليهم انهم ما يستمعوش للكلام اللي احنا بنقوله، او ما يتحلهمش الفرصه انهم ايه يتفرجوا على الناس اللي زي حالاتنا اللي بيعرضوهم، لان احنا بالنسبه لهم شياطين. هما بينبهوهم كده يقولوا الناس دي شياطين وبتحاول تبعدكم عن الولايه، لو سمعت له هتسقط منك الولاية. لذلك تلاقيه لما تيجي تتكلم معاه ما يتناقش معاك خالص، يقطم ويمشي، يا اما يشتم ويمشي بس، يا يكذب ويمشي. انما بالطريقة دي كده لو في كاميرا طالعه ونازله وبتاع وشغل عالي، مش بيروج للقناه، بيروج للطريقه. انا رحت مزارع فراخ ما بيعملوش كده، والله والله مزارع الفراخ ما بتعمل اللي بيعملوه، وانا بحلف بالله وصادق. لا ومزارع تانية برضه ما بيعملوش الكلام ده، مزارع حاجات كتير ما بتعملش الكلام ده. رقصة، ايه العبادة في كده؟ ايه العبادة؟ يعني مثلا ايه اللي هيفيدك من كده؟ يعني ايه التقرب إلى الله في كده؟ لا هي صوم ولا صلاة ولا هي ذكر ولا هي صوم، قلنا الصوم مرة، ولا هي ملهاش غير اسم واحد بس، اسمه استعباط او استخفاف. استخفاف، هي استخفاف. استخفوا قومهم فاضلوا، حط ايده على قلبه خلاص هيسقط. اللي هيقع يموت يا اخوانا، شهيد 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 الكركري على طول، شهيد الكركري. هم عايزين واحد يتوكل على الله عشان يعملوا له مقام ويطوفوا حوالين منه، عشان الواحد ما يروحش السعودية بقى وتبقى بعيدة، السعودية بعيدة. إنما لما تبقى عندهم كعبة بتاعت الولية بتنجان قريبة وببلاش وهتجيب فلوس أكتر. أهم شيء الدراهم، الدراهم براهم يا عم الحاج. أهو رأس ولف، وكل أسبوع على فكرة بينزلوا فيديو زي ده كده ومختلف، يعني في حاجات تانية بتحصل يعني. وده أكتب في التعليقات كده يعني أكمل معاهم ولا ياخدوا حقهم وخلاص كده نشوف طريقة تانية. ده أكتر من 2000 طريقة للصوفية، بس أكتر من 2000 طريقة.
وكل طريقه ما بيعجبهاش الطريقه الثانيه، يعني كل طريقه لها ورد معين. ده غير ورد النبي صلى الله عليه وسلم، الاوراد بتاعتهم يعني ما في الباي باي، دماغهم في الطراوه. عايزين واحده تضرب، واحده تزغط كده. في فيديو ليهم برضو، في واحده كانت بتزغط، هحاول اجيبه برضو ان شاء الله. معرفش بقى كان في واحده ولا واحد، كان واحد هو اللي بيعمل كده. وبكده تكون حفلة النهاردة انتهت، اتمنى تكون الحفلة عجبتكم والفسحة تكون عجبتكم يعني، واسأل الله ان يجزينا خير ان احنا اتفسحنا وتنططنا وكده يعني. انا عارف ان الناس اللي بتوصل في النهاية دي هي الناس اللي بتحب تدعمني وبتحب البحبحاني. اسأل الله العظيم ان يجمعني واياكم في دار كرامته، وان يهدينا ويهديهم، واستنونا ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. وطبعا ما دام وصلت للنهايه كده مش هوصيك، لايك وشير، وان شاء الله نتقابل على خير. السلام عليكم. ساقطع كل من عادى رسولي، وابتر كل حبل للوصال، واقليه وابغضه جهارا رجاء للمثوبه في مآل.